اهلا بحضراتكم من جديد، وجزء متعلق بقى بكيفيه استعداد الاهلي لمباراه المصري، المباراه ان شاء الله يوم الجمعه القادمه. والنهارده ما كانش فيه راحه، على طول الفريق استأنف تدريباته استعدادا للمباراه القادمه، ضغط مباريات وتوالي مباريات. لكن بالطبع الاهلي ان شاء الله يحضر للفتره اللي جايه، الاهم من التوقيت الحالي ازاي تحضر لبطولات الشهر اللي جاي. اروح مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي عشان نتعرف منه عن الجديد اليوم داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره وملعب التتش. آخر الأخبار عندك يا كريم بعد أحداث الأمس والاستعداد للفترة القادمة. كل التحية لك طبعا في البدايه زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني كالعاده طبعا تلاحم كبير وضغط غير طبيعي بالنسبه لفريق النادي الاهلي الحقيقه الفتره اللي فاتت والفتره القادمه كمان. لكن يا محمد طبعا في البدايه عايزين نتكلم طبعا على اكثر من نقطه مهمه جدا. انا عارف ان انت هتتكلم في هذا الامر على لابد ان احنا نكون مساندين بشكل كبير جدا جمهور النادي الاهلي، الاداره، يمكن مجلس الاداره، الاعضاء، لان الحقيقه الضغط كان كبير جدا. ظلم التحكيمي والامور دي طبعا شفناها وحضرناها وعشناها على فترات طويله جدا خلال هذا الموسم. ضغط كبير، لعيبه النادي الاهلي دي لعيبه ما بتشحنش، لعيبه يمكن عندها تفكير ذهني وبدني وعقلي وامور كثيره جدا، الضغط كان كبير جدا الحقيقه الفتره اللي فاتت. ومش عايزين ننسى محمد وجمهور النادي الاهلي كمان اكيد عمره ما هينسى ان لعيبه النادي الاهلي دول الابطال، ابطال افريقيا، ثالث عالم، سوبر افريقي، منتظرين كمان السوبر المحلي، بطوله افريقيا ثاني. كل الامور دي ان شاء الله باذن الله طول ما الجمهور بيساند وبيدعم ورا فريق النادي الاهلي مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ان شاء الله باذن الله نقدر نحضر للمرحله القادمه. مرحله قادمه فيها تحديات كبيره جدا، لكن همنا دلوقتي ان احنا ننهي بطوله الدوري العام في ميعادها. خلاص نقدر نقول يمكن بقت في صعوبه شويه يا محمد، انت عارف طبعا الامور اتصعبت علينا شويه، الامل موجود لكن الامل ضعيف، لكن يتبقى الامل ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان اللعيبه باذن الله تطلع من هذه الكبوه وتخش بدوافع جديده ان شاء الله في خلال طيب. المرحله القادمه كريم بدون راحه محمد تدريب مباشره استعدادا لمباراه المصري. اتفضل يا محمد. كل اللعيبه موجوده في المران، في حد غايب لا قدر الله، والاستعداد زي لمباراه المصري كمان؟ بالتاكيد طبعا، يعني لسه كنا هنتكلم طبعا على التدريب النهارده والاستعدادات الخاصه لمباراه المصري اللي هتكون في استاد الاسكندريه. عايز اكلمك على اكثر من لاعب النهارده، يمكن بنطمن بقى كل جمهور النادي الاهلي عليهم للمرحله القادمه، على راسهم محمد شريف. محمد شريف الحقيقه يمكن النهارده بياخد جزء بسيط من التدريبات، انا شايفه النهارده في مربعات الكره مع كل لاعبي النادي الاهلي، فمن الواضح ان شاء الله جاهزيه محمد شريف بكره كمان نطمن عليه في تدريبات الكره بشكل كامل، ومنها ان شاء الله يوم المباراه هل يكون محمد موجود في القائمه. كل الامور دي ان شاء الله تحسم غدا بمشيئه الله. عمرو السوليه بيعود من جديد عقب من ثلاثة انذاراته، بيشارك بكل قوه. بدر بنون الحقيقه كمان اطمنا عليه النهارده، واضح تركيزه وواضح جاهزيته الطبيه، بجانب وليد سليمان. يمكن اللعيبه يمكن انا ذكرتها محمد طبعا كانت غايبه خلال المرحله الماضيه، لكن متواجده ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي ومنها ان شاء الله للمباراه. وبينضم منهم مصطفى شوبير. مصطفى شوبير يمكن كان عنده كدمه قويه في اصبع اليد، لكن بيأدي تدريبات مميزه جدا الحقيقه مع علي لطفي والشناوي مع ميشيل يانكون مدرب الحراس. الجاهزيه موجوده بدنيا وطبيه لفريق النادي الاهلي وكل اللاعبين العائدين، ونتمنى ان شاء الله محمد باذن الله مباراه المصري تكون بدوافع كبيره. الفوز بالنسبه لنا اكيد هيكون مهم جدا، لكن بنتمنى بس ان لعيبتنا ما يبقاش في تركيز في المباراه الماضيه ومباراه قبل الماضيه، التركيز يكون في القادم، والقادم يكون افضل ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. تمام كريم احمد مراسل قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. الحمد لله شريف وليد سليمان دخلوا في التدريبات وهيكونوا جاهزين للمرحله اللي جايه. كل التوفيق لفريق الاهلي، ومهم جدا استعاده كل العناصر خلال الفتره اللي جايه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.